اوف يا اخي، هسه شلون ورطه هاي؟ الدنيا صارت مطر والاجواء برد، وهذول الاكل خلص خلص، هسه شلون ورطه هاي؟ ما عاد اقدر اكل ولا شيء، الدنيا مطر والمزروعات راح تخرب. شوف شوف هذا الكلب زعتر اللي يحرس هاي الضيعه، ما تبلل بالمطر، بس اني مبلل بالمطر وكلش بردان اني، هسه شلون ورطه هاي؟ هاي ايش بدها تسوي هاي الكتكوته هنا؟ روحي روحي كتكوته، روحي 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 كتكوته. اي خلاص ماتت يا اخي، والله كلش جوعان واني ما احب لحم الكتاكيت، اريد اشي حلو، اريد خبز، اريد ويت، اريد اي اشي. هذا ابو صابر هنا في المطر، بس زعتر. السلام عليكم زعتر. هاي زعتر. ها ايش تريد يا الخروف؟ احترم نفسك، لا عاد تقول لي زعتر، اني اسمي الاستاذ زعتر، اوكي؟ لا عاد تقول لي زعتر. طيب طيب اسف اسف استاذ زعتر، بس ممكن اجي يمك هنا؟ يعني والله يا اخي كلش تبللت في المطر والجو كلش بارد واريد اكل. انا احترم نفسك يا الخروف، اوكي؟ لا تقول هاي مره ثانيه او راح اكلم صاحب الضيعه هسه يجي يذبحك، اوكي؟ احترم نفسك. طيب طيب سامحني استاذ زعتر، والله ما عيد مره ثانيه، بس ممكن تجيب لي شويه اكل؟ والله راح اموت من الجوع. طيب راح اجيب لك شويه اكل، بس بعدين لا تقول لي بعد اني جعت وما ادري شنو، اوكي؟ دقيقه بس خلي اروح اجيب لك اكل اول مره، اوكي؟ خلي هواي هواي اثنين خبزات، خلي اجيب له بس خبزه واحده، اوكي؟ خلي اقفل الباب اول مره، اوكي؟ يلا تفضل يا الخروف الشرس، تفضل. خور. اوكي اوكي شكرا شكرا لك استاذ زعتر، بس والله صدق مره خبزه واحده ما تكفيني ابد، تقدر بعد تنطيني شوي ويت او اي شيء؟ اهم شيء لازم اشبع، ممكن استاذ زعتر؟ ايوه الخروف ترى اعطيتك خبزه كامله، المفروض بس الصبح والمساء تاكل، بس انا اعطيتك في نص اليوم لان الجو مطر، فاحترم نفسك حتى المره الجايه انطيك، اذا راح تقول لي زي كذا كل شوي عطني عطني ترى ما انطيك ابد. طيب 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 مو مشكله، شكرا لك على كل حال، بس هاي والله الخبزه مبلله. اوكي مو مشكله، خلي احطها هنا، خليها تدفى شويه الخبزه ورا اكلها. اوكي خلي اكلها شوي. والله اني ما احب الخبز، والله ما احب الخبز استاذ زعتر. ها ايش تريد يا الكبش اللعين؟ ها ايش تريد؟ يلا يا اخي ترى طفشتني وترى راح امرض من هذا المطر اللعين يا اخي. اوكي خلي يرجع هنا احسن لي. استاذ زعتر والله انت هنا ما يجيك مطر، بس شوف انا يا اخي والله تعذبت من هذا المطر، وصار له هيك تقريبا اكثر من 3 ساعات والمطر موجود، شو اسوي استاذ زعتر؟ هاي مشكلتك استاذ كبش، هذا مو شغلي، روح صاحب الضيعه وقل له اني بردان وما ادري شنو، هذا الكلام ما راح ينفعني. اوكي خليه يدخل البيت احسن لي. اوف يا اخي خليه يدخل البيت احسن لي، والله الجو كلش برد، وهذا صاحب الضيعه اعتقد سافر لغير بلد وما ادري شنو. اوكي مو مشكله هسه خلي اروح اسوي فره هنا في الضيعه. اوكي هنا عندنا الابقار كل شيء تمام. اوكي هو صاحب الضيعه قال لي روح شوف المزروعات شلونهن. اوكي اعتقد المزروعات كلهم تمام وماكو ولا طير اجا. حلو 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 كل شيء تحت السيطره الحمد لله. اوكي مو مشكله هسه خلي بس ادخل البيت احسن لي، والله الجو كلش برد، والله كلش برد هذا الجو. اوكي خلي اشوف ذاك الخروف شلونه يا اخي، والله دمرني كل شوي يقول لي عطني اكل، بردت اريد ادخل. بس والله يا اخي خطيه هذا، لو اروح اساعده هاني. اوكي تعال مو مشكله. ايوه الخروف تعال معي تعال. ها 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 شنو؟ يلا جاي الخروف، تعال معي تعال، راح افتح لك الباب. اوكي تعال تفضل معي. اي والله شكرا لك استاذ زعتر، يعني هسه انا حر؟ اي هسه انت حر وتقدر تجي معي للبيت. اي والله شكرا لك استاذ زعتر، الله يعطيك العافيه. اوكي هسه يعني اقدر ادخل؟ اي تقدر تدخل، بس دير بالك تقول لصاحب الضيعه اني سمحت لك انك تدخل. اوكي مو مشكله استاذ زعتر، والله اعدك انه ما راح اقول لصاحب الضيعه، بس خليه يدخل اول مره. اوكي يعني هسه خليه يسد الباب اول مره. اوكي رح نتفاهم على شغله استاذ خروف. ها شنو استاذ زعتر؟ قل لي ايش تريد؟ والله اقدر اساعدك في اي شيء تريده. الصراحه يا الكبش الحلو، الصراحه انا والله ما عندي صديق. شوف تعال يا اخي، شفت هذول كل الحيوانات كلهم ما يفتهموني، كلهم يعصبون علي وما ادري شنو، بس انت اللي تتفاهم وياي. طيب مو مشكله استاذ زعتر، شلون اقدر اساعدك؟ طيب صديق الخروف تعال ندخل، والله الصراحه الجو كلش برد، تعال وياي. خروف صديق الخروف تعال معي. الصراحة صديق الخروف والله هالأيام طفشت كلش واني أحرس في هذول الأبقار وما أدري شنو، فالصراحة والله ودي أذهب للمدينة وأستكشف السيارات وأستكشف الناس وزي كذا، والله طفشت من هاي الضيعة، كل يوم ماني هنا، كل يوم أزرع المزروعات، كل يوم أحرس هذول الأبقار وهذول الكتاكيت وما أدري شنو، فالصراحة والله ودي أروح للمدينة أستكشف الناس أشوف الناس. والله أني همين نفسك أستاذ زعتر. اجتني فكره، هسه بما انه هذا اللي قلت لي عليه صاحب الضيعه ما ادري راح في سفر وما ادري شنو، ايش رايك اذا نهرب من هاي الضيعه؟ صح هي فكره حلوه، بس شلون يعني تعرف انه هذا المكان مسيج وزي كذا؟ صح هذا المكان مسيج، بس اني تعرف عندي اكثر من سنتين اشتغل في هاي الضيعه،
فاني اعرف مكان سري اذا بدك اشوفك اياه. طيب طيب تعال معي تعال معي تعال معي تعال 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 من هنا من هنا. طيب تعال معي تعال تعال عندي المكان السري. بس قبل لا ندخل استاذ خروف اريدك لا تقول احد على هذا المكان السري. اوكي اوكي ما عليك بيه استاذ زعتر، والله ما راح اقول احد. طيب المكان السري هو كالاتي، ان نكسر هاي البلوكه وهاي البلوكه وهاي البلوكه. يلا تفضل، ايش رايك في المخبأ السري؟ اح والله كفو عليك استاذ زعتر، هاي شلون لقيت هذا المكان السري؟ انا زي ما قلت لك عندي سنتين اشتغل في هاي الضيعه واكتشفت كل شيء موجود هنا. أنا. طيب تعال تعال اصعد وياي اصعد وياي مو مشكله اصعد وياي. يلا خلاص هسه صرنا احرار. تعال 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 اتبعني اتبعني. تعال تعال استاذ خروف تعال. والله الصراحه طفشت من ذيك الضيعه. اوه شوف السيارات. اح استاذ زعتر اول مره تشوف لي سيارات. اوه شنو هذا المتاجر؟ اوه ماي جاد. يعني هذول السيارات كلهم اعرفهم، بس الصراحه طفشت من الضيعه يا اخي، كل يوم وجه وجه الابقار وجه الحيوانات، الصراحه اريد استكشف المدينه، اريد استكشف الناس وزي كذا. والله كفو استاذ زعتر، والله انك كفو، شلون عرفت بهذول الاماكن الحلوه؟ اوه شوف هاي النافوره ما احلاها. اي دا تشوف هاي النافوره مصنوعه من الدايموند والماي، عجبتك لو لا؟ اي الصراحه والله كلش حلوه استاذ زعتر، كلش عاجبتني هاي. طيب الصراحه استاذ زعتر عندي سؤال لك، هسا بما ان احنا طلعنا بالضيعة شلون رح نقدر ناكل؟ شلون رح نقدر نعيش؟ شلون رح نجيب فلوس؟ صح في الضيعة اكو اكل وكل شي جاهز وماية وزي كذا، بس في المدينة لازم نشتغل، لازم نحصل لنا اكل تعب جبيننا، فهمت شلون؟ اه اوكي فهمت عليك استاذ زعتر. طيب شوف صديق الكبش، هسا خلينا نشوف نبحث في المدينة نشوف اذا نلاقي هيك يعني شلون بيت عايفينه الناس يعني ما مستخدمينه، نروح نبقى فيه على بشكل مؤقت، افتهمت؟ ها 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 اوكي افتهمت عليك استاذ زعتر، اوكي انا راح ابقى وراك. اوكي استاذ زعتر استاذ زعتر. ها 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 شنو شنو شنو؟ لقيت بيت مجاني لقيت بيت مجاني. اي كافو صح عليك ايوه الكبش، والله انك اسطورة، هذا فور فري. اوكي دقيقة خلينا ندخل البيت، وحلوة اكو بي سرير واكو بي صندوق اكو بي هاي شو اسمه هاي حق الماية، والله انك اسطورة استاذ كبش. مو مشكلة مو مشكلة استاذ زعتر، ايشي لقينا بيت نتونس بيه. طيب هسا اكو بس سرير واحد، منو راح يبقى عليه؟ استاذ زعتر الصراحة اني كبش يعني اريد انام على السرير، انت تشلب يعني حتى اذا تنام برا مو مشكلة. شنو انام برا؟ احترم نفسك ترى فقع وجهك ايوه الكبش اللعين. اوكي 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 يا استاذ زعتر والله ما كان قصدي ايشي. تقولي انام برا. طيب استاذ كبش يعني خمس دقائق واكون يمك. اوكي رايح اجيب الريوك. والله لو اوريك والله لازم ارجع للضيعة اكو صندوق بسكينة، والله لاجي اذبحه واكل لحمة. والله لو اوري هذا الخروف الكلب هاي قال لي انا انام برا. والله لو اوري. اوف واخيرا راح المطر. اوكي هسه خلي ارجع للضيعة اول مرة، واخيرا وصلت اعتقد بعد ساعة ما ادري ايش قد مشي او ركض. اوكي مو مشكلة خلي اشيل هذول البلوكات اول مرة. اوكي خلي اصعد، وصلت للضيعة الحمد لله. اعتقد بعد صاحب الضيعة بعده في السفر مو مشكلة. اوكي هذول الابقار والله ان شاء الله يموتون. اوكي بس اني هسه لازم انتقم من ذاك الخروف. شلون يقول لي انت اطلع برا ونام في الشارع؟ شلون هاي ما تصير؟ اوكي خلي ارجع لاول مرة والله لأدبه. اوكي واخيرا وصلت للبيت. اوكي هسه خليني افتح الباب. السلام عليكم استاذ خروف. ها اهلا وسهلا استاذ زعتر. ها وين كنت؟ عندك تقريبا اكثر من ساعتين ما موجود، وين رحت؟ اني رحت جبت الغداء. اوكي تريد تعرف شنو الغداء؟ ها شنو هو؟ اوكي دقيقه بس خلي احط الفرن هنا واحط الفحم هنا، واريد تقلب وجهك. اوكي قلب وجهك لهناك. اوكي دقيقه دقيقه شنو الغداء؟ اوكي يلا قلب وجهك. ها يلا استاذ زعتر بالله قل لي شنو الغداء، والله اني كلش جوعان. يلا مستعد يا الخروف حتى تعرف شنو الغداء؟ اي والله كلش. يلا قلب وجهك قلب وجهك. يلا 1 2 3 موت موت موت. لا ليش كذا بالله سامحني. لا 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 يطول هذا موت. اي كفو جاب لي اللحم. وهسه خليه يطبخ اللحم. والله اني كلش فرحان قتلت هذا الورع. هسه صار عندي بيت في المدينه لوحدي. خلي اشيل هاي فور فري احسن لي. اوكي اوكي خلي اشيله زي كذا. الحمد لله اجا اجا اجا. والله اني جنب احب هواي للحم. ايوه اخيرا واخيرا واخيرا. اوكي تعالي تعالي. اوه والله لحم ذاك الخروف. اوه عندنا خبز هنا. والله حلو حلو حلو. والله راح اقدر اعيش اعتقد اكثر من شهر. والله الحمد لله وشكر على كل حال.
يا اخيرا وصلت الضيعة مالتي، الحمد لله. والله اشتقت الحيوانات واشتقت كل الخرفاني. الحمد لله المزروعات لسه ما صار لهم اشي. هاي شنو؟ هاي وين حيواناتي؟ لا حول ولا قوة الا بالله، هذا استاذ زعتر وين راح؟ زعتر هاي شنو؟ حيواناتي كلهم ماتوا. زعتر يا زعتر، اعتقد في البيت. زعتر خلي يدخل اول مرة، بس خلي اشيل هاي اول مرة. يا رب يا رب يا رب يكون زعتر ما راح. يا رب يا رب، ان شاء الله ان شاء الله الحيوانات داخل البيت. هاي شنو؟ وين الحيوانات؟ زعتر وينه؟ زعتر كان يحرس في الضيعة ما ادري وين راح. هاي شنو؟ حيواناتي كلهم ماتوا. لا سشان ورطة هاي. دقيقة خلي اشوف. هاي شنو؟ سكينري كانت هنا راحت اللي كنت اسبح بها الحيوانات. هاي شنو؟ لا تقول زعتر حرف المكان. لا والله صدق زعتر راح. لا سشان ورطة هاي، زعتر وينك؟ لا زعتر هرب والحيوانات كلهم ماتوا من الجوع. سشان ورطة هاي، زعتر يا زعتر وين رحت؟ زعتر لا.